في آخر أخبارنا اليوم، سفراء المملكة من أبنائها وبناتها يضربون أروع الأمثلة في الاستقبال وحسن الضيافة وكرم الأخلاق، وهذا ما أكده طالب مبتعث بعد أن قام باستضافة معلميه وزملائه الأمريكان في الرياض والعلا، وقدم لهم جولة سياحية جميلة في معالم المملكة وعرفهم على تاريخنا وتراثنا وعاداتنا. ترى هم يستمتعوا جدا جدا انه يجوا لبلد له تاريخ وعراقه واصاله، لانه امريكا دوله حديثه ما لها تاريخ، ما لها ماضي، ما لها حضاره، ما لها شيء، خصوصا امريكا تحديدا يعني. صح. فلما يجوا بلد زي السعوديه يمتاز بثقافته وتراث متنوع وملابس متنوعه واكلنا وعاداتنا وتقاليدنا، ترى هذا الشيء مره بالنسبه لهم كبير. صح، وهذا يمكن يمكن هذا المبتعث يعطيه العافيه طبعا وجه له تحيه، سوى حركة مرة حلوة أنا أمنيتي أسويها، اللي هي أنه أنا أستضيف مثلا زميلاتي وصديقاتي اللي كانوا معاي في أيام الغربة. صح. والدراسة، وأجيبهم هنا وأوريهم، ولكن سبقتني والله ما شاء الله. لا احنا فيها يا مها، ليش لا؟ والله العظيم يعني انا مره ودي، لانه انا يمكن من كثر ما قاعدين نشوفون مثلا الصور، خصوصا العلا، الرياض، موسم الرياض، الاشياء الحلوه اللي احنا قاعدين نعيشها اليوم، كثير قاعدين يسالوني انت في السعوديه يعني. يس. يعني من جد لازم هم يجون، لازم احنا نساهم ان هم يجون، دائما نعزز هذه الفكره، واللي عنده اصدقاء من خارج المملكه بالعكس يعزز الفكره هذه ويجيبهم ويخليهم يتفرجون ويشوفون بعيونهم. اتفق معك يا مها، ان شاء الله اذا جو نستضيفهم كمان هنا في البرنامج وندخل معاهم في جوله فالس. لا طبعا فقراتنا مستمره معاكم، ولكن بعد فاصل قصير.